اسمي سعيد، عضو الدفاع على الميمون الفرنسي. طبعا اليوم كان تقديم ديال الميمون على خلفيه اهانه محامي بالجلسه اللي كانت معقده يوم الخميس 12/7 في محكمه الدار البيضاء لمحاكمه التقديم، وكان فيها اعتقال على خلفيه اهانه محامي. طبعا شحال من الوكيل مالك عين تبع لي حال دوره على الضبطه القضائيه ديال دب بيت القتل الاجتماعي في الزر، وبعد الاجتماع اليه مع المحامي اجتماع هذا المحامي ثم احاله صحه الاعتقال على الوكيل مالك في محكمه عين الصغير عين السبع. طبعا بعد استنطاق واجتماع طرف وكيل الملك، وبعد طبعا استشاره اللي تمت دار النيابه العامه، ثم اعتقال، ثم متابعته في حاله صراح على خلفيه اهانه هيئه منظمة القانون، واللي تعينت للجلسه يوم 24/7 قبل المحاكمه. كنتمنى انه المحاكمه المقبله طبعا اللي غنجندوا لها كدفاع قصد الدفاع على ميمون، ان المحكمه تنصفه وتحكم براءه ديالو باعتبار على انه ليس هناك بالنسبه يفيد اي اهانه لاي جهه كانت